ها انت البيرجي ديالي انت. ها شو شو البيرجي بيرجي مسكين هذا هذا هو البيرجي ديالي سوالك بيرجي هذا نادي هذا ها ما يتفرقش عليا دابا نيا شوف دابا نيا انت ها زراي تبارك الله ها فاش بغيتي تمشي معايا ديك ندوزك معايا في اليوتيوب ياك فوالا بيرجي اش بان ليك هما ياك بيرجي هاك راكش السلام عليكم تبارك الله عليكم خوتي خواتاتي الكرام من عند خوكم مول السلوقي الحقيقه في الدقيقه ما عنديش الجرام ديال المشكل تحيه وتقدير لاختي خديجه وفهمتي وتحيه وتقدير لجميع الاخوان جميع الدريات جميع فهمتي زهره الحياه ديالك تبارطاجي معايا مسكينه في الجروبات داكشي وقال يبغى يبارطاجي معايا شكرا لكم جزيل الشكر شكرا لكم بزاف تحياتي لكم تحيه الجاليه المغربيه اللي مقيمه في ايطاليا بواحد الحراره تحيه من المغرب لجميع الجاليه المغربيه اللي في فرنسا كاع فهمتي في كاع الاتحاد الاوروبي الناس المغاربه اللي في اوروبا وفي امريكا تحياتي لكم من المغرب من عند خوكم ميلود مول السلوقي الجاليه المغربيه حنا كنبغيكم من كل القلب وتحياتي وحنا لا حاسين بكم حنا ولاد الشعب حنا كنحسوا بكم انتم في فهمتي مغربين في الغربه الله يسهل عليكم والله يحفظ لكم الوليدات اختي خديجه الله ينورها والله يتم سقامها ان شاء الله اليوم انا جيتكم بواحد الحقيقه انتم عاد تفهموا معايا المهم انا ندخل في الموضوع حتى واحد يجرولهاش نقول لك برز ديال راسي شتو وما في المهم شكرا لكم بزاف المهم انا نقول شي كلمات الحقيقه في الدقيقه وانتم عاد فهمتي انتم عاد تردوا عليا الاخبار وعاد تقولوا لي واش كلماتني صحاح ولا لا انا فهموني افهموني انتم مو صافي ولا عليكم فهموني دابا اخوتي خواتاتي الكرام حنا كلنا كنبغيو خديجه طورينو وكدير الخير وهذه حنا كنبغيوها ختنا هذيك وخديجه ملي دارت العمليه نتوما راكم شفتوا كل شيء كاينين شي وحدين كاينين شي وحدين شي وحدين تشفاو شي وحدين تشفاو في اختي خديجه تشفاو فيها شي وحدين فهمتي والنوبه جايه شوف 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 النوبه هي قال لك اللي 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 اللي, اللي ما عرفتش كيقول لها اللي تشفيت اللي ما فهمتش فهمتوا انتم فهمتوها واش فهمتوني اخوتي الكرام دابا المشكل دابا نيا ملي دارت العمليه شي وحدين تشفاو فيها راه معروفين هما شكون هما معروفين ومعروفات ولكن الله سبحانه وتعالى كيتبع بنادم وحده وحده ما كيجيبش لك الدقه في البلاصه فهمتيني كيخليك تا كتنسى فهمتي كيخليك تا كتنسى تا تنسى ويشوفك واش عاد دير الخير واش عاد ترجع لمولاك ولا لا تما في عادي سربك لك سميتو دابا شي وحدين شي وحدينات انا مبغيتش نسميهم انا راهم تشفاو ولكن ها هي ها انتم عاد تشوفوا عاد تعرفوا الحقيقه في الدقيقه فهمتي باش نجيكم من الاخر ماشي مثلا انا نوض ونقول في هذه مسوديه فهمتيني راه هذه الثانيه لا ماشي الاولى راه ماشي هذه المره الاولى راه المره الثانيه هذه اللي كتنوض مثلا وكتقول مثلا هذه المره الثانيه اللي خرجتي مثلا وقلتي المسوديه راه المره الثانيه شريف ولا شريفيه ماشي الاولى ولكن الله كبير ولا بد ما كيخلص كون هاني لا مون الناس اللي مزيانين وقراب الله سبحانه وتعالى بحال اختي خديجه
يدور بها شي واحد ولا يتعدى عليه شي واحد مثلا في السبان وفي سميتو، راه كل اكيد غيخلصك مولاك. كما تسحب انت راسك عم تلوق هنايا مسيب ولا شي حاجه، ولا تسحبي انت راسك مسيبه، راه كاين مولاك اشريف. باش نكونوا واضحين، دابا المشكل هاد الناس هاد سميتو هادو المره الثانيه هادي، فهمتي؟ ملي دارت السيده العمليه شفاو فيها، فهمتي؟ ملي دارت ملي عاود ثاني المره الثانيه كيقول لك المسوديه. وبلاتي بلاتي سيدي، احنا السيده شناها والسيده بعد هي مسوديه، وحنا عرفناها اختي خارجه كانت دارتك دارو كسيده، هذيك الكسيده راها فهمتي، هذيك الكسيده اختي خديجه تعلمت منها بزاف، تعلمت منها دروس، فهمتيني؟ هذيك الكسيده علمت اختي خديجه، دابا هذيك الكسيده تعلمت منها اختي خديجه بزاف دروس وقرايه وسميتو. ورغم ذلك لا كانوا غاديين بيديروا خير في واحد الجمعيه، كانوا بغا يشدوا واحد الجمعيه انا ما عرفتش ديالاش تما في ايطاليا، وقعت لي مات الحادثه هذه، ولكن لقات الباس. راه العلم لله مثلا الله سبحانه وتعالى، فهمتي؟ راه هاد الحادثه الكسيده هذه راه مثلا حيدت بزاف ديال الذنوب، وحيدت بزاف فهمتي؟ راه مثلا هاد الكسيده مثلا اختي خديجه راه عاودت بحال هي راه تزادت في الدنيا، فهمتي؟ ولا عاوتاني كيما تزاد في الدنيا راه كتزاد من ازيرو، ما عندك لا ذنوب لا والو، من ازيرو. ورغم ذلك شوف العقليه كي دايره اختي خديجه دابا، هي شوف ملي دار الكسيده تما بداو بقاو على الخير ديالهم وعلى العمل، فهمتي؟ على العمل الخيري، والحمد لله راه القضيه عندهم قضيه زوينه اختي خديجه وحكيم، راه القضيه عندهم غاديه زوينه. شوف واش دخلنا عليك بالله، راه حنا بغينا خالدين، ما بغيناش، حنا كنشوفو بعيد، حنا لا بغينا الجنه خالدين. قال لك خالدين فيها، راه ماشي الدنيا تعيش 100 عام بحال عشتي غير نهار. وملي داروا ديك الكسيده سبحان الله العظيم، لا غادي دابا بخير ولا باقين غادي بخير. وقال لك الله لقى الباس، ديك الكسيده لقات الباس، ما عرفتي شنو كان غيوقع تما مثلا في ديك الجمعيه، ما ربما ما تيقش هذوك الناس مزيانين. اللهم جات، اللهم مثلا جات في هذه الكسيده محنه ودايزه، ولا مثلا وقع مشكل ووقعوا ذنوب ووقعوا بزاف ديال الحوايج في هذيك الجمعيه اللي غادي يبقاو مقيدين على اختي خديجه. واش فهمتونا اخوتي الكرام؟ شوف راه من هذه خصنا نتعلمو، خصنا ما نبقاوش نشفاو في الناس. واش حنا دابا شنا السيده دي كدير في الخير وخرجنا مثلا نقولوا فيها مسوديه؟ اش من حق عندنا باش نظلموا شي واحد ونخرجوا نقولوا لي مثلا مسودي، ولا حقا نتشفوا فيه مشى للسبيطار اللي حضر السلامه ولا عمليه وهذه ونتشفوا فيه هنا؟ انا ما عرفتي الله باش عيب ليك. شوف المعلم، ترى الله له كل جه صاحبي، بحال تقريبا انت فوه بحال مقابلك شي واحد اكثر من الواحد اللي مقابلك، مازال الواحد شي واحد كيتدرك عليه مثلا، ولا تكون خدام معاه ولا شي لعيبه مثلا، كما فهمتي كما كان داكشي بكري درك عليه وهادي نقولوا الله لا حاديك عرفتي، لا حاديك نيت بلا ما نزيدوا في الهضره. ما نبقاوش نتشفاو الناس. مثلا ها هي ولات الحمد لله بخير وعلى خير، ها هي الصحيحه ديال اختي خديجه بخير، فهمتي؟ لا هي راجلها ولاو كيعرفوا دابا الناس الجاليه واعرين كاع، الناس محترمين. ديرها زوين فهمتي، ديرها زوين يخلصك الله، ديرها زوين. ها الحقيقه تبان خوتي الكرام، الحقيقه تبان. يلا المهم تبارك الله عليكم، الحقيقه تبان ماشي من عندي انا، فهموا. شكرا لكم بزاف، شكرا اختي خديجه، شكرا زهرة الحياة، شكرا لكم جميع الدريات، تحياتي لكم وراكم عزاز وغالين، والله يسهل عليكم. اختي زهرة الحياة بارطاجينا في 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 الجروب، وراكي عزيزه وغاليه والله يعاونك.